بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر عظيم جدا لا يعلمه كثير من الناس، ذكره جملة المفسرين الإمام الطبري، قرطبي، ابن كثير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الحديث فيه ضعف، لكن نرجو أن يكون معناه صحيح. قبل أن أقول هذا الذكر، أهم مناقب هذا الذكر أنك إذا مت في يومك تموت شهيدا، وله أكثر من طريق: طريق عن سيدنا عثمان بن عفان، وطريق عن سيدنا علي بن أبي طالب. ذكرها كل المفسرون بداية من الإمام الطبري والقطبي، حتى الشيخ الشعراوي الله يرحمه ذكر الذكر وفصله حتى حتى، قال لي ربنا اختار الكلمات دي. قبل أن أقول هذا الذكر، أقول لحضرتكم نبذة أقول سأقول لحضرتكم نبذة هامة جدا عن الحديث الضعيف. الحديث الضعيف معمول به في فضائل الأعمال في كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه، فالتجوا العلماء إلى الحديث الضعيف فيقدمونه على مصادر التشريع كالقياس والاجتهاد والمصالح المرسلة وغيرها من مصادر التشريع. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: مذهبنا العمل بالحديث الضعيف. الإمام أحمد كان يقول: إذا جاءنا الحديث الضعيف في فضائل الأعمال تسهلنا، وإذا جاءنا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا. وقول تشددنا ليس لا يعني أبدا لا يعني أبدا رفض الحديث، بل يعني التمقيب والتمحيص فيه. لذلك حوالي 30 أو 40% من الأحكام الفقهية مبنية على أحاديث ضعيفة. لأن أنا 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 كراجل مثلا مجتهد وعندي مسألة فقهية محتاج إن أنا أصل فيها إلى رأي، محتاج أصل فيها إلى رأي، ما عنديش حديث ضعيف صحيح، هعمل إيه؟ أجتهد بعقلي ولا ادور على حديث ضعيف؟ لا، بشوف عشان الحديث ضعيف. ربما يكون الحديث الضعيف ده له شواهد في السنه تقويه، فيها ايه في القران، في القران تقويه، في عمل من اعمال الصحابه تقويه، في حديث تاني ضعيف من طريق تاني يقويه، ده يقويه، وهكذا. لذلك الامام الامام الاربعه، الامام مالك احتج بحديث ضعيف في كتاب الموطأ وبنى حكم بحديث ضعيف في كتاب الموطأ وبنى احكام الفقهيه، الامام احمد كذلك، الامام ابو حنيفه. هضرب لحضراتكم بعض امثله سريعه، حديث هام جدا جدا في احكام الفقه بني عليه حكم فقهي هام جدا جدا: الباء طاهر في نفسه مطهر من غيره، ما لم يخالطه شيء ليس من جنسه فغير من لونه او طعمه او رائحته. هذا حديث الجزء الاخير فيه متفق على ضعفه من جميع ائمه الامه، مع ذلك العلماء اخذوا فيه في احكام الطهاره اللي هي اهم شيء في الدين. الوضوء، الماء اذا خالطه شيء ليس من جنسه فغير من لونه او طعمه او رائحته يكون غير صالح لرفع الحدث الاصغر او الاكبر. بمعنى انت لو قلت بلد بانيو او مغتسل ماء وجعلته صابونا وانت على جنابه لم تطهر ابدا، حديث ضعيف. الحديث اللي جت في الشطرنج كلها ضعيفه، مع ذلك جمله العلماء خدوا بيه. الائمه الاربعه في منهم ثلاثه بيحرموا الشطرنج، وكلها اقوال فيها ضعف منقول عن الصحابه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كثره هذه الطرق وتشعبها، كثره هذه الطرق وتشعبها يقوي بعضها بعض. يبقى هنا بقى الاجتهاد مع الحديث دي. حديث تاني: من جلس للتشهد الاخير فاحدث فقد تمت صلاته. هذا حديث ضعيف، لكن الامام ابو حنيفه اخذ به وقال ان الجلوس للتشهد فرض، لكن قراءه التشهد نفسها ليست فرض. التشهد الاخير هذا يخالف راي جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا التشهد الاخير فرض، لكن هو قال بدل ما الرسول صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد الاخير فاحدث، يعني احدث قبل ان ينتهي من صلاته بثانيه او اثنين او ثلاثه، لا نقول له اعد الصلاه او عيد الصلاه. ومع ذلك الحديث ضعيف. لو قعدت اتكلم في احاديث ضعيفه هتكلم من هنا لغايه بكره، بس عشان حتى لو اطيل عليكم. طيب الذكر ده بيقول ايه؟ سال عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والارض، والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون. فقال له: سالتني عن شيء لم يسالني عنه احد قبلك. هي كلمات تقولها 10 مرات صباحا و10 مرات مساء، فإن قلتها أعطاك الله 6 خصال: أن تقول سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله وبحمده استغفر الله ولا حول ولا قوة، أن تقول سبحان الله وبحمده استغفر الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير على كل شيء قدير. أن تقول لا إله إلا الله
والله اكبر، وسبحان الله وبحمده، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. 10 مرات صباحا و10 مرات مساء. فانك ان فعلت ذلك اعتق الله 6 خصال. قال اول شيء تحرس من ابليس، في روايه وفي روايه اخرى عن علي تحرس من ابليس وجنوده طوال اليوم. المنقبه الثانيه تعطى قنطارا في الجنه، هو اثقل من ميزان احد في جبل احد يوم القيامه. تعطى قنطارا من الاجر اثقل من جبل احد في الميزان يوم القيامه. شوف بقى الصور العظيم. الخصله الثالثه ترفع لك درجه في الجنه لا ينالها الا الابرار. يبقى انت بترفع درجتك في الجنه، لا ترفع لك جنه، ترفع لك درجه في الجنه لا ينالها الا الابرار. ترفع لك درجه في الجنه لا ينالها الا الابرار. المقابر بعد كده تتزوج من الحور العين بكثره. في دي لوحدها بس كفايه. لو امراه من اهل الجنه نزلت الى الارض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. دي واحده. في بلاء من ربنا سبحانه وتعالى يزوجك بدل ما ادنى اهل الجنه له 72 زوجه. لكن اعلاهم هيكون لهم مئات الالوف. يبقى انت هتتزوج من الحور العين كيفما شئت. المقابر بعد كده يشهده 12,000 ملك يكتبونها في رق منشور ويشهدون لك يوم القيامه. يبقى لما تقول الذكر ده 10 مرات يحضرك 12,000 ملك ويكتبونه في رق منشور ويحفظ لك يوم القيامه. 12,000 ملك. المقابر بعد كده مقابر عظيمه جدا، تكون كمن قرأ التوراه والانجيل والزبور والقران وكمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته. هنا بقى هي دي الكلمه اللي اعترض عليها العلماء اللي هم ضعاف الحديث. قالوا مالنا من التوراه والانجيل وزبور القران؟ نحن نرد عليهم ونقول لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد من قرأ التوراه في زمن موسى ياخذ نفس الثواب من اخذ قرأ التوراه في زمن موسى. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك انك كانك قرأت الكتب السماويه كلها، ما الكتب السماويه كلها من عند الله، ومن امن بموسى عليه السلام ايمانا صحيحا في زمانه وهو في الجنه تاخذ ثواب صحابي من اصحاب موسى عليه السلام وقرأ التوراه جميعا كلها في زمانه. ما اقولش اللي قرأ التوراه دلوقتي المحرفه، ما يقصدش التوراه المحرفه الموجوده دلوقتي، يقصد التوراه الصحيحه الموجوده في زمن موسى، ويقصد الانجيل الصحيح الموجود في زمن عيسى، ويقصد الزبور الصحيح الموجود في زمن ايام سيدنا داوود. هو ده اللي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم. صح الحديث وباذن الله نرجو ان يكون صحيح. والقران وكمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته، يعني تاخد حجتين وعمرتين كل يوم، تاخد حجه وعمره كل يوم. ايه في اكثر من كده ثواب؟ تاخد حجه وعمره وتاخد جبل زي جبل احد يوم القيامه في ميزان يوم القيامه، وتزاق من حمل بكسر. شوف بقى اللي بعد كده، وان مات في يومه او في ليل في روايه في سيدنا عثمان، في روايه سيدنا علي، وان مات في يومه او ليلتي او ليلتي او شهره طبع بطبع الشهداء. في روايه عثمان مات شهيدا. وليه لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. مجرد انت تسال الله بصدق يبلغك الله مزيد. طب ده ذكر. طب يبقى انا لو قلت 10 مرات صباحا 10 مرات مساء والله انا اقوله ولا ازكي نفسي على الله، ولكن اقول ذلك مجرد انك يعني اضرب لكم مثلا تاسيا، يعني مش 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 لا ازكي نفسي على الله سبحانه وتعالى، ولا اعلم الله سبحانه وتعالى يتقبل ام لا يتقبل، ربما لا يتقبل، ولكن انا اقول لكم من عظمه هذا الذكر انا احتسب الاجر واقوله لعلي اصيب الاجر. فاحنا بنقول الحديث ضعيف. والله ان صح الحديث باذن الله يكون صحيح خزنا الاجر العظيم. مش صحيح ما خسرناش. ما انت هتقول لا اله الا الله 10 مرات، هتقول سبحان الله وبحمده 10 مرات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 10 مرات. سبحان الله وبحمده 10 مرات. واحدة 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 بس منها كما جاء في الحاكم في صحيح في 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 صحيح الحاكم، حاكم صح حديث من قال سبحان الله وبحمده 10 مرات كتبت له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. الصحابي قال له رسول الله وكيف نهلك إذا؟ لما الواحد يقول كلمة بسيطة زي دي ياخد 124,000 حسنة، يعني ازاي نهلك؟ قال له إن الرجل ليأتي بأمثال الجبال من الحسنات يوم القيامة ثم تقوم النعمة الواحدة فتوشك أن تأخذ كل هذا أو تأكل كل هذا لولا أن يتلمذ الله برحمته. طب اللي معهوش حسنات هيعمل ايه؟ اذا كان اللي معاه جبال وجبال وجبال من حسنات النعمه الواحده هتقوم تاكلها الا ان ربنا يتلمذ برحمته. طب اللي ماذا يفعل الفقير في الحسنات؟ طيب يبقى انت لو قلت يبقى انت سبحان الله وبحمده لوحدها 10 مرات صباح 10 مرات خدت لك ما يقرب من 3 مليون حسنه.
لا حول ولا قوة الا بالله 10 مرات، لا اله الا الله 10 مرات، الله اكبر 10 مرات، يبقى انت مش هتخسر والله لو الذكر صحيح اخذنا هذا الثواب العظيم. ولو في شيء في خطأ، وربما يكون في خطأ في بعض الحديث، لانه كلمة معاه ضعيف معناها ايه؟ كلمة ضعيف معناها في واحد في الحديث ضعيف النسي، ده نساي، بينسى، بيزود كلمة، ينقص كلمة، او في واحد مجهول في السند، في واحد سمع من واحد لكن ما كانوش عايشين في نفس الزمن، ربما يكون يبقى ما كانوش عايشين في نفس الزمن، طب سمع منه ازاي؟ يبقى في واحد مجهول في النص واقع، طب المجهول ده صادق ولا كذاب؟ حافظ ولا نساي؟ لان كل واحد من رواة الحديث ده اسمه علم الرجال، يكون له فايل حافظ القرآن امتى واتعلم علم الحديث امتى وهكذا. فمش ما يلزمش ابدا ان يكون نساي او ان يكون بيخطئ ان يكون لازم يكون غلط في الحديث ده، او ما يلزمش ان يكون غلط في الحديث كله، او ما يلزمش ان يكون مجهول في السند او يكون سند فيكم طائع، انه يكون المجهول ده كذاب او يكون نساي، ممكن جدا يكون صادق. هذا الزمن يغلب عليه الصدق. يبقى اذا احنا ما نتلككش بضعف الحديث ونضيع هذا الثواب العظيم، نقوله وما تاخذ الثواب بصدق النيه حتى لو كان فيه ضعف. فيبقى اذا انا لو ما قلتش الحديث تلككا بضعف الحديث وهخسر، ما بخسر خساره فادحه. وبعدين جملة المفسرين سكروه وما علقوش عليه ومذكور في كتب كل كتب السنه، بدايه الامام البيهقي ذكره في شعب الايمان، و كثير من العلماء في كتب السنه، الطبراني وغيرهم في معجب الطبراني وغيرهم كتب السنه، كثير جدا في كتب السنه. فانا هكتب لكم تفسير هذه الايه، هتلاقي مكتوب في تفسير هذه الايه زي الامام الطبري ومعلقوا عليه وكتبوا التفسير كامل بداية من الطبري حتى الشيخ الشعراوي، وهتلاقي كل التفسير مكتوب تحت، وسند الحديث هكتبه لكم لوحده. انسخوا هذا الكلام وشوه ونشروا هذا العلم في الصوم العظيم، ولعلم علما فلا أجر من عمل بيوم القيامة، لا ينقذ ذلك من كل شيء، تشوش تفعيل الجرس في الشق في كل أسلاف من كل جديد، وساعدوني على شو السنة البقية. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.